عن اللي حضرتك قرفة تاني يا دكتور؟ اعمل لي قهوة يا عم. قهوة؟ خليهم اتنين قهوة لو سمحت. اهو. ما ينفعش دايما ما ينفعش تجيلي هنا، دي جامعة. أنا عاوزاك تهدى وتتملك أعصابك يا دكتور مصطفى. أنا عارفة إني نزلت عليك زي القدر مستعجل. بس أنا زيك ما نمتش من امبارح وفكرت كويس جدا في الموضوع. انسى كل الكلام اللي قلته لك امبارح ونانسي اعتبرها مش بنتك، وكونك ان انت ابوها الحقيقي ده ما عادش له اي اهميه دلوقتي، لان هي نفسها عارفه ان ابوها مات. يعني انا وانت بس اللي عارفين. ادخل. لا والله شكرا. اقفل الباب وراك يا عم. حاضر. احنا التلاتة هنندر لو السر ده تعرف. انت في حياتك العامة وحياتك الأسرية وفي الانتخابات. وانا اذا كنت رقاصة قبل كده. لكن ما اقدرش اواجه بنتي انها جت نتيجة غلطة. وبنتي لو عرفت حالتها هتتدهور أكتر. أنا يظهر اتسرعت لما قلت لك. أنا يمكن لو جيت لك وقلت لك إنك تقف جنبي وجنب بنتك نانسي ما كنتش هتتأخر أبدا. أنا واثقة إن الخير اللي جواك لا يمكن هيخليك تسيب بنتك تضيع يا مصطفى. يا فندم ما تقوليش بنتي لو سمحت. خلاص مش حاول بنتك لو ده يريحك. أنت ما فكرتيش يا مدام إيه اللي ممكن يكون ضايع بنتك؟ ما البركة فيكي. واحدة أمها رقاصة. تطلع ايه؟ عالمة ذرة؟ انت يظهر مش مصدقني. اصدق ايه؟ اصدق ايه يا مدام؟ يا سبحان الله. طب انت جاي تقولي لي دلوقتي ليه؟ ما قلتليش من ساعتها ليه؟ اقول لك ليه يا مصطفى؟ انت جيتولي قبل ما تسافر الخليج بيومين. بالامارة كنت متخانق مع مراتك. وحكيت لي ايه سبب الخناقة. وبعد كده لما انا اتأكدت ان انا حامل منك دورت عليك. قالوا لي انك مسافر. كنت هعمل ايه؟ كان في واحد بيحبني. رحت له. اعترفت له بكل حاجه. اتجوزني وسطر عليا. وكتبت نانسي باسمه. شفتيها في السينما دي يا مدام؟ حتى دلوقتي في الافلام بطلوا الحواديت الرخيصه دي. انت جاي تبقى اهل انا؟ حدوته ما تقنعش الطفل الصغير؟ اسمع يا مصطفى. أنا في دوامة كبيرة أوي ولا يمكن هلجأ لأي حد في الدنيا غيرك أنت. اشمعنى أنا؟ اشمعنى أنا يا مدام؟ يا مدام أنا شفتك في حياتي مرة واحدة. أنا اعتزلت الرأس مرتين في حياتي يا مصطفى وأنت كنت سبب في المرتين دول. أول مرة بعد الليلة اللي قضيناها مع بعض. أنت يمكن مش فاكر قلت لي إيه يومها. لكن الكلام اللي قلته لي خلاني اقرر الاعتزال واتجوزت وقعدت في البيت. بعد جوزي ما مات رجعت ارقص تاني لان ما كانش قدامي طريق غيره. اعمام نانسي رفعوا عليا قضيه وقتها. حبوا يشككوا في صحه جوازي من ابو نانسي عشان الميراث وكسبت القضيه لانه كان متجوزني رسمي بقسيم الجواز. وفضلت ارقص لحد ما في يوم من الايام شفتك وانت بتقدم البرنامج بتاعك في التلفزيون وقررت الاعتزال مره تانية. انا مدينه ليك باي خير اكون عملته في حياتي. وديكي جايه ترد الخير اهو. عايزين ابقى اب البنت انا ما اعرفش عنها اي حاجه. اسمع يا مصطفى انت عارف انا جايه منين دلوقتي؟ جايه من المحكمه. اعمام نانسي رافعين عليا قضيه تانية. مش اثبات زواج، لا انكار نسب. عايزين يثبتوا ان نانسي مش بنت ابوها اللي اتسمت باسمه. هما كمان فجأة افتكروا ان نانسي مش بنت ابوها اللي اتسمت باسمه. يا مصطفى اعمام نانسي طول السنين دي ما كانوش في مصر، كانوا في امريكا ورجعوا بعد 11 سبتمبر. الله يخرب بيت 11 سبتمبر. شوف يا مدام كل محاولاتك دي مش هتجيب اي نتيجة. نانسي بنتك يا مصطفى. حتى لو ما اعترفتش بيها قدامي مش هتقدر تنكرها قدام نفسك. نانسي بنتك. بنتك يا مصطفى. في ايه؟ بنتك.
في واحد مصري يقابلك يا دكتور. مين ده؟ عطية ساعاتي. أنا لسه هستنى أما تستأذن يا راجل يا طيب. أنا آسف جدا يا دكتور مصطفى إني جيت لك كده من غير تليفون ولا معاد، أصل أنا لسه واصل من الكفر حالا والله، وأول ما وصلت قلت لازم أعدي أطمن عليك، بس الحمد لله بسم الله ما شاء الله. لا نمسك الخشب، ده إحنا بقينا فل قوي والصحة بومبة. إيه؟ اتفضل اتفضل عطيبي. يزيد فضلك. لو لو معلش لو كان يعني بتكلموا في حاجة أنا ممكن أنسحب وبأجي في وقت تاني. أنا آسف جدا يا فندم. لا أبدا أنا ماشي دلوقتي.